يا مسكني امسك وصاحبه وياه سيفتي شباب. انت قاعد تتعامل مع اكثر من واحد في مجال اني اطيق واسوي حركات وايد، بس صاحبه ما راح ينطرني، صاحبه راح يطيقني، واضح؟ فعشان السيفتي والسرعه راح اكسر. اذا كسرت هني راح يدشني، وانا اكسر هني عشان يصير صاحبه بلوك دزيت عليه وخر. انت بمصافه في طوفه نفس الشيء، مسكني اثنتين هني ما كفايه، اذا نزلت هني راح اصير انا بالطوفه هو اللي راح يدشني. بس لا بس اذا مسك دش راسه بالطوفه. المسكه شباب هني رش الوقت وين راح يمسك؟ هني شباب فرشر بوينت راح تنزله، راح اضغط، لاحظ اني قاعد افرق، اضغط على الطوفه، واضح؟ نفس الشيء اذا صح. فلنفرض مسكني حاولت ما قدرت، يكون في خيار ثاني اضعف داخل نهاية الباي، راح اضغط وانزل بهالشكل، وهني راح اصير طقة ولف سويتش. اوكي جو.